صباح الخير، صباح السعادة، صباح الحب على كل المشاهدين الكرام في كل مكان. والنهاردة إن شاء الله حتكون أول حلقة في برنامج حياتي مع طارق السعود. الحقيقة حنتكلم في مواضيع كتير، حنناقش مواضيع كتير تخص حياتنا، حنتكلم عن كل تفاصيل حياتنا، حنخلي حياتنا أسعد وأحلى، وإن شاء الله حتكون برنامج يعني ينال إعجابكم واستحسانكم. طبعا أكيد البرنامج أحب أعرف المشاهدين بفقرات البرنامج. البرنامج حيكون برنامج اجتماعي، ثقافي، فني، رياضي، حيختص بكثير من مواضيع إن شاء الله، وأكيد حتكون فقراته هي من واقع حياتنا ومن واقع يوميتنا. حتكون الفقرة الأولى في البرنامج هي الفقرة اجتماعية، حنتكلم فيها في مختلف المواضيع الاجتماعية ونلاقي إن شاء الله لها الحلول المناسبة. وحتكون طبعا معانا، حيكون معانا بعض الضيوف، حيكونون فنانين، حيكونون أصحاب اختصاص في المجال الطبي، في الثقافة، في الشعر، في الرواية، في كل الاختصاصات في حياتنا على حسب الموضوع اللي حيكون في حلقة البرنامج. أما الفقرة الثانية فحتكون فقرة ممتعة جدا إن شاء الله تنال استحسانكم أكيد، حتكون فقرة عن الأبراج الفلكية وتأثيرها على حياتنا من كافة النواحي، على العلاقات الزوجية، على الأب والأبناء، على العمل، على الدراسة، على كافة المواضيع. طبعا قبل ما أبدي بفقرات البرنامج، النهاردة عندنا موضوع مهم جدا الصراحة، هو موضوع تأثير السوشيال ميديا على العلاقات الزوجية وارتفاع نسبة الخيانة بسبب السوشيال ميديا وارتفاع نسبة الطلاق. وده حيكون على محورين، المحور الأول حيكون موضوع الاجتماعي، والمحور الثاني حنتناول فيه أكثر الأبراج الفلكية اللي ممكن تتعرض للخيانة وأكثر مواليد الأبراج الفلكية اللي بيخونوا في العلاقات الزوجية. قبل ما أبدي في يعني فقرات البرنامج، أحب أتكلم في يعني في قصة صغيرة كده عن موضوع السعادة. إحنا كلنا طبعا همنا وبنطمح إنه إحنا نحقق السعادة، لكن هل هي السعادة هي هدف في حياتنا أم هي حاجة أم هي مبدأ نكون ماشيين عليه؟ السعادة في رأيي الشخصي هي إنه أنت تعمل الأشياء اللي عايز تعملها في الوقت اللي عايز تعمله، في المكان اللي بتحب تعمله، مع الناس اللي بتحب تعملهم. يعني السعادة هي حرية الاختيار، لكن لما نختار حد يشاركنا في حياتنا كزوج أو زوجة، لكن تكون لازم تكون السعادة هنا مبنية على يعني الشخصين في الحياة الزوجية. أحب أنوه للمشاهدين الكرام أنه إحنا أكيد عندنا صفحة على الفيسبوك، هي صفحة برنامج حياتي مع طارق السعود، ودي الصفحة ممكن تتابعوها وحيكون فيها بث مباشر ولايف كمان، حنرد فيها على كل أسئلة المشاهدين الكرام طبعا فيما يخص القضايا الاجتماعية وأيضا فيما يخص الأبراج. وكمان عندنا حتكون برضو صفحة على الانستجرام حتنزل قريب جدا إن شاء الله، وبالإضافة لليوتيوب. فأنا أتمنى من المشاهدين أنه يتواصلوا مع البرنامج، وأنا أكيد أرحب كتير بالمقترحات والآراء والاتصالات. أيضا عندنا احنا ممكن نستقبل اتصالات المشاهدين مباشرة على الهواء على الأرقام اللي حتظهر أمامكم أسفل الشاشة، وأكيد حنرد فيها على أسئلة المشاهدين في كل القضايا الاجتماعية اللي حنطرحها في البرنامج، وأيضا في فقرة الأبراج ممكن المشاهد الكريم يترك لنا اسمه وتاريخ ميلاده وإحنا نحلل شخصيته ونرد على أي سؤال ممكن يسأله. حنروح لفاصل قصير ونرجع بعديها نكمل مع أول موضوع في حلقة النهاردة، هو السوشيال ميديا وتأثيرها السلبي على العلاقات الزوجية وارتفاع نسبة الخيانة والطلاق. تابعونا بعد هذا الفاصل.
ودي عودة معكم مشاهدينا الكرام مرة تانية وبرنامج حياتي مع طارق السعود. النهاردة الحلقة الأولى، وإن شاء الله حياتكم وحياتنا تكون مليئة بالسعادة والحب والأمال الجميلة والطموحات والأحلام أكيد والأهداف القوية في الحياة. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا، هو موضوع السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا بصورة عامة، والسوشيال ميديا وتأثيرها على العلاقات الزوجية بصورة خاصة. أول حاجة عملتها السوشيال ميديا في حياتنا هي أصابتنا بالعزلة، خلتنا إحنا حبيسين في الغرف بتاعتنا، ما بنطلعش على حد، ما بنتواجهش مع حد، ما عندناش علاقات مباشرة مع الناس إلا من خلال التليفون أو الآيباد أو أجهزة الكمبيوتر، ونتواصل عن طريق المسجات وعن طريق الإيموجيز وعن طريق المشاعر المصطنعة أو المشاعر الإلكترونية. دي أصابت الناس كلها بالعزلة وخلت الناس كلها بتكون مع بعض، يعني مع التليفون بدلا من أن يكون مع حد من أصحابه، بدلا يكون مع حد من أهله، خلته مصاب بالعزلة. ودي حالة يعني صحيا مش كويسة، وهي مش صحية، لأنه العزلة، عزلة الفرد، عزلة الإنسان عن أقرانه من الناس بتصيبه، بتخليه غير قادر على الإبداع، بتخليه غير قادر على توليد الأفكار الجديدة، بتخليه غير قادر على النقاش المباشر والجدال المباشر مع الناس، مع حواليه من الأصدقاء والناس. هتخليه دايما يعبر عن مشاعره ويعبر عن كل الآراء والأحاسيس عن طريق الكتابة وعن طريق بوست معين في صفحة معينة في البلاتفورم بتاعت السوشيال ميديا. ده طبعا أثر بصورة مباشرة على العلاقات الزوجية. يعني ابتدينا نشوف في مؤخرا كتير من الحالات الزوجية بتنتهي بالطلاق، والسبب الرئيسي هو السوشيال ميديا. حالات الشك والغيرة ومتابعة الأزواج والزوجات ومراقبة التليفونات ومراقبة الواتساب ومراقبة الفيسبوك ومراقبة الماسنجر كلها اتولدت من خلال السوشيال ميديا، من خلال الإدمان على السوشيال ميديا، وكان السبب من الأسباب الرئيسية في أنه تزداد حالات الطلاق ونسب الطلاق عند الناس. طبعا في جروبات يعني جديدة، في عندنا اتصال، خلينا ناخد اتصال من كفر الشيخ. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. أنا أحب أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك أمل. ممكن اعرف برجي؟ ممكن، اكيد طبعا، بس احنا هنرد على اسئله الابراج في الفقره الخاصه، بس ممكن ناخد تاريخ الميلاد ونرد عليك ان شاء الله في فقره الابراج. تفضلي. 1/1/2001. اعرف برجي واعرف عنه كل حاجه ان شاء الله. 1/1/2001. معلومات عامه عن البرج ولا سؤال محدد؟ لا، معلومات. معلومات عامة عن البرج، تمام. بس الاسم تاني أمل، صح؟ أمل رحاب. عفوا رحاب من كفر الشيخ. شكرا لاتصالك يا ستي، وإن شاء الله هرد عليك في فقرة الأبراج أكيد طبعا. نرجع لموضوع السوشيال ميديا وتأثيرها على العلاقات الزوجية ونسب الطلاق. يعني بعض الإحصائيات، ودي حالة خطيرة جدا جدا ومش صحية جدا في المجتمعات، 900,000 حالة زواج من ضمنهم 700,000 حالة طلاق بسبب السوشيال ميديا والإدمان على السوشيال ميديا والحالات الموجودة اللي بنشوفها يوميا. وفي حاجة كده مش حلوة على فكرة، يعني مؤخرا انتشرت إن هي حالة إنه نشر الفضايح. يعني فضايح الناس ابتدت تكون موجودة ونقراها كلنا على صفحات السوشيال ميديا، مراقبة الناس لبعضيها ونشر الفضايح. ده واحد من الأسباب اللي خلت ارتفاع يعني خطير في نسب حالات الطلاق في المجتمعات. احنا هنا يعني هنتكلم أو نناقش فكرة الثقة. يعني الواحد لما جه وتجوز وأقدم على الخطوة المهمة دي اللي هي يعني خطوة الجواز، المفروض فيه نوع من الثقة ما بين الزوجين في التعامل يعني ما بينهم في البيت، المفروض في نوع من الاحترام المتبادل، المفروض في نوع من الصدق في التعامل. لكن احنا لما نيجي نشوف حالات الشك وحالات الغيرة موجودة ما بين الأزواج على السوشيال ميديا والمراقبات، وفي جروب يعني جروب اسمه والله غريب جدا، حتى يعني انا شفته مرة قلت يعني معقولة الناس وصلت للمستوى ده؟
في جروب اسمه محدش شاف جوزي او حد شاف جوزي او حاجه زي كده يعني. معقول؟ معقول يعني هو يعني انت متجوزاه وهو معاكي في البيت وهو رب الاسره وهو الزوج، يعني ايه اللي يخليكي تعملي جروب زي كده وتخليكي وتشوفيه وتراقبيه؟ طبعا الخيانه موجوده، يعني عدم الصدق موجود في التعامل بين الناس، موجود وبنسب متفاوته. لكن احنا لما نيجي نختار مع ناس اللي هم ازواجنا او حتى في البيت، الاب والام والابن والبنت، لازم تكون في ثقه، لازم يكون في صدق في التعامل. ما ينفعش انه انا اعمل جروب قدام الناس كلها وبصوره عامه عشان اراقب جوزي او مراتي هيروح فين وهيجي منين ويعني بعت له مسجات. دي ثقافه مشاكل، دي ثقافه قيل وقال، واحنا يعني عندنا ما يكفي من الاهداف والطموحات والاحلام اللي ممكن نجري وراها احسن ما نجري ورا الكلام ده. عموما اكيد طبعا يعني السوشيال ميديا فيها حاجات ايجابيه كتير، لكن احنا للاسف جت لينا الحاجات السلبيه. بدل ما ناخد ثقافات ايجابيه من المجتمعات الغربيه خصوصا بره، يعني في مثلا حاله اللي هي الاخصائي بتاع الاسره او طبيب الاسره او الاستشاري النفسي بتاع الاسره، احنا ما عندناش الثقافه دي. عشان نعالج موضوع معين في ناس مختصه، في 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 دكتور نفساني مختص، في باحث اجتماعي مختص ممكن يعالج ويحل مشاكل معينه يمكن احنا نكون مش منتبهين ليها، مش واخدين بالنا منها، تفاصيل صغيره احنا ماشيين في حياتنا وشغلنا في البيت ونرجع للبيت بعدين، لكن مش واخدين بالنا من التفاصيل دي. ممكن الشخص ده يساعدنا، لكن للاسف على عكس اللي موجودين في الخارج عندهم الثقافه دي موجوده. ونشوف اي مشكله تكون بين ازواج او اي مشكله في البيت بين الاب والبنت او الاب والابن، بنشوف في استشاري للاسره، استشاري باحث اجتماعي يشخص ويحدد ايه هي المشكله دي وازاي ممكن يعني يتم معالجتها. لازم ننمي عندنا الثقافه دي، لازم نروح ما نخليش الموضوع ده فيه خجل او كسوف. بالعكس احنا كلنا مش خبراء نفسيين، في ناس خبراء نفسيين عندها الجواب لكل عله، في ناس هي مختصة درست وبحثت في النفس البشرية وسبرت أكوار النفس البشرية عشان تعرف المشاكل وتعرف حلولها. فإحنا مش كلنا مختصين، لكن إحنا بحاجة للاختصاص. زي ما بنروح دكتور عشان ألم المعدة أو ألم الكلى أو أي حاجة، النفس برضو ليها ألمها وليها بعض المشاكل اللي ممكن تتحل. الثقافة دي لازم تكون موجودة عندنا ولازم نحاول ننشرها على قدر المستطاع عشان على الأقل نتجنب النسب المخيفة والخطيرة في حالات الطلاق الموجودة حاليا. أكيد طبعا مثل يعني زي ما قلنا في بداية الحلقة عن أنه السعادة، السعادة الزوجية، السعادة هي جزء لا يتجزأ من احتياجاتنا في الحياة، لكن السعادة ممكن تكون برضو يعني مش هدف، انه انا مش هدفي اكون سعيد، انا اعيش سعيد. لكن برضو في خطوات معينه انه احنا ممكن ان يعني نرجع الثقه ونرجع الاحترام ونرجع الصدق في التعامل ما بين الازواج في التعامل. اهم حاجه احنا نبني يعني الجسور يعني من الثقة والصدق والتواصل ما بين الأزواج. أولا لازم يكون في نوع من النقاش، لازم يكون في كلام ما بين الزوجين. ما ينفعش الزوج يجي من شغله يروح داخل نايم تعبان كل الأيام في الأسبوع، يعني ما فيش يوم معين في الأسبوع ما تقدرش تتكلم فيه مع مراتك أو تقعدوا مع بعض. حالة الصمت الموجودة وحالة انغماس الزوجين في مشاكل الحياة ومشاغلها بتخليهم يبتعدوا عن بعض هما في بيت واحد. فلازم يكون في نوع من الحوار، لازم يكون في نوع من الجدال ما بين الزوجين، لازم يكون في نوع من الخناقات الحلوة البسيطة اللي بتعزز فكرة المحبة، فكرة التواصل، اللي بتنبهنا على نقاط معينة احنا مش واخدين بالنا منها. الحالة دي لازم تكون موجودة. الحالة التانية برضو الاحترام والسماع، يعني أنا لازم أسمع في البيت، أسمع للموجودين في البيت، أسمع لمراتي أو مرات لازم تسمع لجوزها، لازم تسمع له، لازم تقعد ونتناقش ونفتح الموضوع ونتكلم.
ما ينفعش احنا كل حالاتنا عايشينها سكوت في سكوت ومفيش كلام. دي الحالات اللي احنا ممكن نعيد فيها بناء الثقة ما بين الأزواج. كمان تجنب الإدمان المبالغ فيه على السوشيال ميديا. يعني في ناس ما تقدرش ما تبصش في التليفون، احنا قاعدين مع بعض في كافيه أو في مطعم أو قاعدين مع بعض أصدقاء وأصحاب، واللي قدامك قاعد معاك انت بتتكلم معاه في موضوع وتشرح معاه في موضوع يخصك ويهمك وعايز تاخد رأيه، وهو بتشوفه بيبص في تليفونه. دي أولا حاجة تعبر عن عدم الاحترام للشخص المقابل ليك. ثانيا دي بتخليك ان انت مدمن على التليفون. طب يا اخي انت المفروض تفضل في البيت تقعد على تليفونك، يعني ما ينفعش تخرج مع الناس اللي موجودين معاك. لان انت لما قررت تروح وتخرج يعني انت قررت تروح تتكلم وعندك مواضيع وهتتناقش وهتستفيد من الخبرات. لكن لما انت تروح وتفتح تليفونك، فدي الحاله برضو انا يعني بشوفها كتير، الناس كلها على التليفونات وعلى الكمبيوتر وعلى اجهزه البادز، كلهم يعني ما فيش نوع من التواصل ما بين الافراد في المجتمع. دي حاله خطيره، دي لازم نرجعها، لازم احنا نقلل شويه من الادمان على التليفونات. طبعا التليفونات مهمه، التليفونات الذكيه اللي فيها المواقع وكل حاجه، اللي في الشغل في رسائل محدده وامور وايميلز وحاجات كلها عشان الشغل، دي حاجات مهمه جدا، دي حاجات ما حدش يعني نقول عليها انه هي مش مهمه. لكن برضو في حدود، يعني الشغل برضو مش 24 ساعه في اليوم. في ممكن احنا، وفي دراسه انا اكتشفتها او يعني قريت عليها مؤخرا، الدراسه دي بتقول انت لو عايز تنام نوم هانئ وهادي ونوم مفيد وصحي، لازم على الاقل تبتعد عن التليفون 40 دقيقه قبل ما تنام. يعني ما تبص في التليفون بتاعك 40 دقيقه قبل ما تنام، وهتشوف فرق كبير في مستوى النوم بتاعك لما تصحى الصبح تاني يوم. الادمان على اجهزه الكمبيوتر والتليفونات سبب مشاكل كتير في حياتنا، اهم تلك المشاكل هي العلاقات الزوجيه ومساله الثقه، وكمان في علاقات بين المخطوبين وحتى علاقات الحب اللي هي لسه ما ابتدتش لا بخطوبه ولا بجواز. كله بيراقب كله حاطط عينه على بروفايل الشخص الثاني ويشوفه يعمل تشيك ان فين، واكل ايه النهارده، عمل ايه النهارده، مجرد مراقبه لا اكثر ولا اقل. ودي برضو بتيجي من الفراغ، يعني احنا لازم برضو نشغل حياتنا بحاجات مفيده اكثر، نشغلها بالعمل بهوايات معينه محدده تكون تنمي عندنا القدرات الابداعيه زي الرسم زي المزيكا زي الرياضه. مش ما ينفعش انه انا بس على التليفون ملعب. وبعد كده في كمان كم هائل من الطاقه السلبيه الموجوده في التليفونات وفي السوشيال ميديا، انت بتاثر عليك من حيث لا تدري. يعني انت اول حاجه الصبح حتى لما تصحى الصبح هتاخد الشاي بتاعك او الفطار او بعدك لسه ما فطرتش شاي بتاعك مثلا، وفتحت التليفون وجالك بوستين ثلاثة أربعة من الناس بتشكي من الألم من الحياة وبتشكي من ضنك الحياة وعندهم مشكلة، أنت اتشحنت بطاقة سلبية مقدما ليومك. يعني أنت مقدما هتبتدي يومك أنت سلبي وأنت مش حاسس بده، وهتروح للشغل أنت تعبان، وهتعمل حاجات كتيرة وأنت يعني مالكش نفس تعملها. على العموم الموضوع ده في أعتقد في عندنا اتصال بالكنترول، ولا يمكن في اتصال، مع الاسف فصل الاتصال، فنكمل موضوعنا. فالطاقه السلبيه الموجوده دي لازم احنا برضو يعني نتحاشاها ازاي؟ بالتقليل من الادمان على السوشيال ميديا، دي اول حاجه. تاني حاجه احنا لازم ندي طاقه ايجابيه للناس اللي حوالينا، يعني حتى لو انت عندك مشكله او بتمر باي مشكله او تحدي في حياتك، ما ينفعش انت تحط بوست طويل عريض على الفيسبوك وقدامك وعندك متابعين مثلا وعندك اصدقاء، وتخلي كل الناس اللي موجوده جوه مصر وبره مصر واصدقائك وكل العالم يعرف انه انت عندك المشكله دي وعندك الحاله دي. ممكن تخصص كلام عن طريق الماسنجر او برايفت شويه وتتناقش مع صديق او صديقين او ثلاثه، ما ينفعش تحط كل حاجه على السوشيال ميديا. يعني الناس ملهاش ذنب تقرا برضو مشكله وتتشحن بطاقه سلبيه. زي ما قلت غياب لغه الحوار دي خلت عندنا مشكله في التواصل مع بعضنا، خلت عندنا مشكله كبيره انه احنا ما قمناش نفهم بعضنا زي الاول. يعني
بنشوف فنشوف كثير من الـ من الـ من المشاكل اللي بتحصل بانعدام لغه الحوار. طيب اتمنى ان اكون غطيت شويه بسيطه من موضوع العلاقات الزوجيه والتاثير السلبي للسوشيال ميديا عليها. حنروح لفاصل وحنرجع مع فقره مهمه جدا هي فقره الابراج، وحنشوف ايه اكثر الابراج اللي ممكن يخون وايه اكثر الابراج اللي بتتعرض للخيانه، وحنتكلم عن موضوع الابراج الفلكيه بصوره خاصه. وكان في عندي اتصال قبل شويه من رحاب من كفر الشيخ وكان مواليدها 1/1/2001. خليكي معنا بعد الفاصل حنرد على سؤالك بالتاكيد. فاصل قصير ونرجع تاني. ودي عودة تانية معكم مشاهدينا الكرام، وأكيد فقرة الأبراج الفلكية وتأثيرها على العلاقات الزوجية وتأثيرها على حياتنا بصورة عامة. برنامج حياتي مع طارق السعود، مثل ما قلنا لكم أنه دي فقرة حتكون مخصصة للأبراج الفلكية، وحنرد على أسئلتكم بصورة عامة عن تاريخ عن تواريخ ميلادكم بصورة عامة، وعن موضوع الحلقة اللي هو علاقة السوشيال ميديا بالخيانة الزوجية وارتفاع نسب الطلاق. عندنا طبعا كان اتصال قبل بداية الفقرة من أنسة رحاب من كفر الشيخ، وكانت من مواليد 1/1/2001، وكانت حابة تسأل عن مواضيع أو بصورة عامة عن برجها. يا رحاب، أنت من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الثانية، أرقام الحظ بالنسبة لك هي 1 و8، وعندنا هنا 1 و8 و5. هنا انت حتكوني شخصية شوية قيادية، شخصية طموحة جدا. كمان عندك رقم 5 وده بيكون مرتبط بكوكب عطارد، بيخليكي شخصية ذكية جدا ومحللة للأمور، وكمان بتحبي التحرك كتير وتحبي علاقات اجتماعية كتير. أيضا بتكوني شخصية متزمتة محبة للتقاليد والعادات. وإن شاء الله السنة دي عندك أخبار حلوة يعني بصورة عامة في 2020، هي سنة برج الجدي. عندي اتصال من مروة من أسوان. ألو، صباح الخير. صباح النور. أهلا تفضلي يا مروة، تفضلي يا عزيزتي. لو ممكن بس توطي صوت التلفزيون ونتكلم من التليفون بس لو سمحتي. تفضلي. كنت عايز اسال على تاريخ ميلادي 15/11. نعم، تاريخ ميلادي 15/11. ايوه. اي سنه؟ نعم، اي سنه؟ 85. عندك سؤال محدد ولا معلومات عامه ولا؟ عن العمل والارتباط. عن العمل والارتباط. ماشي يا مروه. ممكن نسال على اخواتي؟ تفضلي. 13/98. 13/98. نعم. و16/7/84. 16/7/84. حاضر يا مروة، مرسي اتصالك وتحياتي لأهل أسوان كلهم. مروة من أسوان، مواليد 15/11/1985، وكان سؤالها عن العمل والارتباط. يا مروة، أنت من مواليد برج العقرب المائي الفترة الثالثة والأخيرة. أرقام الحظ عندك حتكون رقم 6 ورقم 9. بالنسبة للعقرب عنده فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للعمل، لكن حتكون الفرص دي بعد النص الثاني من السنة دي من 2020. وبالنسبة للارتباط ممكن تكون فرص يعني جميلة جدا، ممكن تكون الفرص دي في الشهر الثالث في مارس، وكمان في شهر يوليو السابع. التاريخ الثاني كان 13/1998، من مواليد برج الميزان الهوائي الفترة الثانية.
وارقام الحظ هنا هتكون 3 و6. مولود برج الميزان شويه مولود متردد متقلب في ارائه، مولود رومانسي جدا، دبلوماسي في التعامل مع الناس. بقاله 4 5 سنين يعني اموره شويه متلخبطه، يعني فعل زوايا الكواكب المتعاكسه في حياته. في عنده كانت مشاكل في العيله، ما عنده مشاكل مع الجيران، مشاكل في الشغل، لكن ان شاء الله السنه دي عنده ممكن تكون فرص كويسه جدا، يعني اعتبارا من قبل حوالي 4 5 ايام لغايه يوم 21/3 اللي جاي، هتكون فرص كويسه جدا ان شاء الله بالنسبه لي، وان شاء الله هتكون برضو فرص كويسه في الشهر السادس في شهر يونيو من السنه دي. عندي اتصال اخر من القاهره، صباح. للاسف انقطع الاتصال. التاريخ الثالث من مروه من اسوان، كان 16/7/1984، والمولود ده من مولود برج السرطان المائي الفتره الثالثه. ارقام الحظ هنا هتكون 2 و7، مكرر رقم 7 هنا، فهيكون شخص ممتلك للحدث، بيحس بالاشياء قبل ما تحدث، وعنده حاله يعني التوقع للحدث والاستشعار للخطر. أحلامه كلها بتتحقق بصورة غريبة جدا، شخصية حساسة جدا، رومانسية عاطفية متقلبة ومترددة. عندنا صباح تاني رجعت اتصلت بينا. ألو، صباح الخير. ألو، اتفضلي. صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا، اتفضلي. 21/8/1997. 21/8/1997. سؤال محدد ولا معلومات عامة يا فندم؟ عن الحمل وكده. عن الحمل، تمام. شكرا ليكي، شكرا لصباح. شكرا. كان عندي اتصال برضو او تاريخ 13/9/1993، وكان التاريخ ده بيسال عن التوافق مع برج الحمل الناري. من مواليد برج العذراء الترابي الفتره الثالثه، وارقام الحظ 4 و5. تكون شخصيه عندها مفاجات كثيره قوي في الحياه، شخصيه انتقاديه شويه، شخصيه شغوله، بتحب العمل كثير ومجتهده كتير في العمل، وايضا شخصيه شويه نشوفها يعني متزامده في بعض الاحيان. التوافق مع برج الحمل العذراء مع الحمل شويه توافق صعب، لان ست برج العذراء ست قويه جدا. وعندنا اتصال من سعاد من القاهره، تفضلي يا سعاد. عفوا فاطمه، تفضلي. صباح الخير. نعم. تفضلي، اهلا. لو سمحت عايز اعرف هي برج 17/9/92. معلومات عامه ولا سؤال محدد يا فندم؟ والله من ناحيه الارتباط. الارتباط، تمام. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. وعندي اتصال اخر من سعاد من القاهره، تفضلي. صباح الخير. صباح النور. الو سعاد. السلام عليكم. يا سعاد. ايوه السلام عليكم. تفضلي. لو سمحت، انا اتولدت في اخر 12 بس اتقيدت 9/1. كم التاريخ عفوا؟ 9/1/67. 9/1/67؟ 67. 67 عفوا، نعم. ايوه، كنت عايز اشوف حظي يعني. ماشي، حاضر حاضر يا فندم، ميرسي، شكرا. الو، معايا رحمة؟ رحمة. اتفضلي. رحمة من القاهرة. اهلا وسهلا بيك، اتفضلي يا فندم. مواليد 31/8. اها. 1985. تمام. عندك سؤال عندك سؤال محدد ولا معلومات عامة؟ لا معلومات عامة. معلومات عامة، نعم، شكرا يا رحمة. ممكن أسأل سؤال تاني؟ اتفضلي. 1/12. تمام. 1979. تمام. ميرسي لاتصالك يا رحمة، ميرسي، شكرا. عندي كمان ايات من المنيا. صباح الخير يا ايات. صباح النور. اتفضلي. عايز اعرف عن 15/7. 15/7 اي سنه؟ 1992. معلومات عامه ولا سؤال محدد؟ انا الاشهاد الاشهاد والحمل. تمام، ماشي، الحاله الصحيه. ميرسي ليكي، ميرسي ليكي يا ايات. طب هنرجع على صباح. 21/8/1997، من مواليد برج الأسد الناري الفترة الثالثة والأخيرة، وأرقام الحظ هي 1 و3. وبالنسبة للأمور الصحية
وبالنسبة للحمل والأمور الصحية إن شاء الله حتكون في فرص إيجابية في الشهر الثالث من السنة دي في مارس، وكمان في الشهر الثامن من السنة دي. كان عندي برضو أو عندها سؤال عن 17/9/1992 من مواليد برج العذراء الترابي الفترة الثالثة، وأرقام الحظ هنا حتكون 5 و8، وتكون شخصية شوية متزمتة وشخصية خجولة جدا وانتقادية في التعامل مع الناس، بس عندها فرص كويسة جدا يعني اعتبارا من أول امبارح لغاية يوم 1/8 اللي جاي. الست شهور أو السبع شهور اللي جايين هيكون أشهر إيجابية جدا. كان عندي اتصال برضو من سعاد من برضو من القاهرة، وكان التاريخ 9/1/1967 من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الثانية. أرقام الحظ هنا هتكون 1 و8 و9، تكون شخصية مندفعة وعصبية أكثر من مواليد برج الجدي الترابي، وعندهم فرص كويسة السنة دي بالنسبة للسفر وبالنسبة للعمل. رحمة كان عندها استفسار عن برضو والتاريخ كان 31/8/1985 من مواليد برج العذراء الترابي الفترة الأولى. أرقام الحظ 4 و5، شخصية انتقادية، شخصية عندها مفاجآت كثيرة قوي في الحياة، عندهم فرص إيجابية إن شاء الله جدا بالنسبة للسفر وبالنسبة للعلاقات العاطفية في الشهر الثاني والثالث. كمان عندي مي من المنيا اتصال. ألو يا مي، صباح الخير. صباح الخير. تفضلي. الله لو سمعت عايز اقول 11/1/77 11/1/77. نعم. عايز اسال عن كل حاجه. ماشي، معلومات عامه. حاضر. 30/6/2001 30/6/2001 برضو كل حاجه. ماشي ماشي، حاضر حاضر يا استاذه مي، ميرسي. كان في برضو عندنا استفسار من رحمة يعني بخصوص تاريخ 1/12/1973 من مواليد برج القوس الناري الفترة الثانية، وأرقام الحظ 1 و3 هنا هتكون، وتكون شخصية محبة للحياة مندفعة للسفر وكريمة جدا مع الناس، وعندهم بعض المشاكل والتوترات العاطفية والزوجية في الفترة دي إن شاء الله هتزول قريب. كان في آيات برضو اتصال من آيات، وكان التاريخ اللي هو 15/7/1992 من مواليد برج السرطان المائي الفترة الثالثة. أرقام الحظ هي عندنا 2 و6 و7، وتكون شخصية حساسة جدا وعاطفية بالنسبة للأمور الصحية، عندهم فرص كويسة جدا إن شاء الله في الشهر الخامس من السنة دي. اتصال من الأقصر، فاطمة. فضل يا فاطمة، صباح الخير. أيوة، عايز أسأل على 21/3. أيوة. 93. نعم. و10/2/85. و10/2/85. مرسي مرسي ليك يا فاطمة، مرسي اتصالك عزيزتي. كان في اتصال برضو من مي، وكانت حابة تعرف معلومات عامة عن برجها، وهي مواليد 11/1/1977 من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الثالثة. أرقام الحظ هنا هتكون 2 و8، وأرقام الحظ هنا هتكون 2 و8 زي ما قلنا، وتكون شخصية حساسة مترددة شوية أكثر من مواليد برج الجدي الترابي. وكان سؤالها بخصوص بنتها برضو في اللي هو 30/6/2001، تكون شخصية من مواليد برج السرطان المائي، وتكون شخصية حساسة جدا، مزاجية متقلبة جدا، ومحبة للحياة ومتعلقة بالماضي بشكل غريب. عندي اتصال آخر من سعاد. تفضل يا سعاد. صباح الخير. صباح النور. جوزي 3/3/76. 3/3/76. عايز أعرف كل حاجة عنه. ماشي، مرسي لحضرتك، مرسي. واحدة كمان صاحبتي. تفضلي. 15/1/78. ماشي، حاضر من عينيا، حاضر. عندنا اتصال كانت من فاطمة أولا، 21/3/1991 من مواليد برج الحمل الناري الفترة الأولى، وأرقام الحظ هنا هتكون 3 و9، وتكون شخصية طموحة جدا، شخصية محبة للحياة، شخصية كريمة مع الناس، وتكون شخصية قوية جدا، تتهم بالأنانية في بعض الأحيان. عندها فرص كويسة إن شاء الله السنة دي في التحرر من عقدة الماضي. وكان في سؤال تاني اللي هو 10/2/1985 برضو لفاطمة من مواليد برج الدلو الهوائي الفترة الثانية. أرقام الحظ هنا 1 و4 و8، وتكون شخصية قيادية، تكون شخصية غريبة الأطوار شوية، عندها مفاجآت كتير قوي في الحياة، وشخصية مستقلة بذاتها. اتصال كان من سعاد، وكان بتسأل عن 3/3/1976
من مواليد برج الحوت المائي الفترة الثانية، شخصية حساسة جدا، عاطفية رومانسية جدا، وشخصية مخلصة جدا في العلاقات الاجتماعية والزوجية. كمان بتكون شخصية يعني عنيدة شوية، عندها فرص كويسة السنة دي خصوصا في شهر 3 من 2020 و15 واحد 1978 من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الثالثة، وأرقام الحظ هنا هتكون 6 و8. تكون شخصية فنية، عندها ميول فنية كتير، وشخصية عنادية شوية في التعامل مع الناس، وعندها فرص جميلة جدا السنة دي بالنسبة لمواليد برج الجدي الترابي إن شاء الله، خصوصا في شهر 5 وفي شهر 9 من السنة دي. اتصالات كتير ما شاء الله الحمد لله. عندي اتصال آخر من عندي إيمان من إنا. تفضلي يا إيمان، صباح الخير. صباح النور. تفضلي يا ستي. ماشي، عايز أعرف صفاتك في 2001. 25/1 3/9/2001 3/9/2001 تمام. عندك سؤال محدد؟ لا، عايز أعرف الكل يعني. ماشي، حاضر من عينيا، حاضر. 3/9/2001 من مواليد برج العذراء الترابي الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و5 و9. تكون شوية شخصية أكثر حظا من بقية مواليد برج العذراء الترابي، لكن شخصية برضو دقيقة شوية في التعامل مع الناس وانتقادية بشكل كبير، وتكون يعني برضو شخصية منتجة، بتحب العمل، بتحب الشغل. كانت عندك فترة شوية من المشاكل والإحباطات تقريبا في شهرين الفايتين اللي فاتوا، شهر 10 و11 و12 من 2019. دلوقتي بتفكري ممكن تبيعي حاجات، تشتري حاجات، عندك برضو ممكن تكون فرص كويسة في الشهر الثاني اللي هو دلوقتي، عفوا الشهر اللي جاي، الشهر الثاني والشهر الثالث من السنة دي. مبدئيا برج العذراء الترابي يعني برج محب للعمل، محب للشغل، يعني محب للنجاح، ولكنه أيضا يعني يكون برج برضو عنده نوع من أنواع الطموحات، لكن برضو برج عنده انتقادات كتير. عندي اتصال آخر من كريمة. صباح الخير كريمة من القاهرة، تفضل يا كريمة. صباح النور، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بك. لو سمحت، أنا بنتي 1/12/95. نعم. وفي واحد متقدم لها 1/7/95. 1/7 مدى التوافق؟ 95 برضو؟ آه. تمام تمام. عايز أسأل عن مدى التوافق ما بين مدى التوافق بين الاثنين، وبعدين هي يعني لما حد بيتقدم بحس إنها بتعيش قصة حب خيالية، ولما بنرفضه بتتحول مأساة عندنا في البيت. لا، عارفة دي ايه؟ ان شاء الله ما فيش اي مأساة ان شاء الله. مرسي لاتصالك، هرد عليك حالا يا فندم. 1/12/1995 من مواليد برج القوس الناري الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا 1 و3. مبدئيا الست برج القوس أو بنت برج القوس بتكون شخصية رومانسية جدا، عاطفية جدا، حساسة جدا، وتكون شخصية برضو عصبية ومتوترة ومندفعة، يعني ما بتعبرش عن مشاعرها بالطريقة المناسبة، فإحنا بنشوفها بتخسر حاجات كتير عشان هي ما بتعرفش تعبر بطريقة مناسبة. التاريخ الثاني هو 1/7/1995 مواليد برج السرطان المائي. أعتقد صعب شوية التوافق، لأنه برج السرطان هنا التاريخ بيقول أنه هو شخص يكون حساس، مزاجي، متقلب. هم عندهم توافق بس من ناحية الأرقام عشان هم مولودين الاثنين في يوم واحد في الشهر، ويوم واحد محكوم من الشمس، وده برضو بيخلي عندهم شوية شخصية قيادية، فهيكون شوية صراع على القيادة في البيت. لكن مبدئين الشخص الثاني اللي هو 1/7/95 من مواليد برج السرطان المائي، شخصية حساسة جدا، مزاجية جدا، هو صح محب للأمور الأسرية، محب للأمور العائلية، وبيأسس أسرة كويسة ويكون ناجح كأب وكزوج، لكن التوافق مع القوس الناري مع 1/12 توافق صعب أنا بشوفه. عندي اتصال من زينب. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز أسأل عن، الله يكرمك، عايز أسأل عن مواليد 21/3/64 و3/6/1969، في توافق بينهم ولا لأ؟ تمام، مرسي لحضرتك يا زينب، مرسي لحضرتك، شكرا. تفضلي تفضلي تفضلي. معلش بعد اذنك. تفضلي. و1/1/2000 ممكن يتوافق مع 4/6 مع 4/6. مع الاسف انقطع الاتصال. طيب، عندي كانت زينب وصل على التوافق ما بين تواريخ 2 في الميلاد 21/3/64 و3/6/69.
21/3/64 مولود برج الحمل الناري، أول يوم في الحمل الناري، وأرقام الحظ هنا هتكون 3 و9، وتكون شخصية طموحة جدا، شخصية قيادية جدا، وشخصية استقلالية جدا، وكريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية. 3/6/69 الفترة الثانية لمولود برج الجوزاء الهوائي، وأرقام الحظ 3 و5، شخصية اجتماعية جدا، شخصية محبة للحياة، شخصية محبة للتنقلات والتغييرات المستمرة ومزاجية. التوافق مبدئيا ما بين الحمل والجوزاء توافق حلو وناجح، على شرط أنه الجوزاء يستقر شوية وما بيتحركش ويروح يمين وشمال في حياته، لأن هو الجوزاء شوية عنده نوع من عدم الاستقرار. كان في اتصال تاني برضو واستفسار عن تاريخ 1/1/2004/6، للأسف ما كملش التاريخ لأنه التليفون انقطع. 1/1/2000 من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 1 و8، هتكون شخصية شوية مندفعة في الحياة، وشخصية طموحة جدا، وشخصية عنيدة جدا. التوافق مع 4/6 صعب، الجدي مع الجوزاء ما فيش فيهم نوع من أنواع التوافق، هيكون صعب جدا. عندي اتصال آخر، عزة من المنيا، تفضلي يا عزة. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. لو سمحت عايزة أعرف 12/12/2000 و28/8/1998. تمام، التوافق ما بينهم؟ التوافق ما بينهم في كل حاجة، وفي كمان 2 تاني. تفضلي. 20/6/73 و25/12/71. 25/12/71 عفوا؟ 25/12/71. تمام، 71. 20/6/73. تمام، مرسي اتصالك يا عزة، مرسي، شكرا جزيلا. عندي 12/12/2000 من مواليد برج القوس الناري الفترة الثالثة والأخيرة، أرقام الحظ هتكون هنا 3، تكون شخصية محبة للسفر، محبة للتغييرات، محبة للتنقل والتعرف على ثقافات جديدة، تكون شخصية كريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية، وطموحة جدا في الحياة. 28/8/1998 من مواليد برج العذراء الترابي الفترة الأولى، وأرقام الحظ 1 و5، تكون شخصية قيادية جدا وانتقادية جدا، وشخصية حساسة وخجولة جدا. التوافق يكون صعب ما بين برج العذراء وبرج القوس الناري. وكان في تاريخ ثالث ورابع، 20/6/73 من مواليد برج الجوزاء الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة، وأرقام الحظ هنا 2 و5، وتكون شخصية حساسة جدا، مزاجية أكثر من بقية مواليد برج الجوزاء الهوائي، وشخصية اجتماعية جدا. 25/12/71 من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الأولى، وأرقام الحظ هنا هتكون 7 و8، وتكون شخصية ممتلكة للحدث، وشخصية متزمتة في التعامل شوية، محبة للتقاليد، ما بتحبش تتحرك كتير. التوافق ما بين الجوزاء والجدي توافق صعب جدا. طبعا للأسف وقت الحلقة خلص. أنا مستنيكم ومستني كل اتصالاتكم واستفساراتكم على بروفايل البرنامج أو صفحة رسمية للبرنامج، اللي هي حياتي، برنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك. هيكون في لايف مباشر هرد فيه على كل أسئلتكم في المواضيع الاجتماعية وحتى في الأبراج، وإن شاء الله هلتقيكم في حلقة يوم الحد اللي جاي في نفس الميعاد الساعة 10 الصبح. شكرا لحضراتكم ومع ألف سلامة.